كل شله من دول فيها الشاب الروش بتاعها اللي دايما بيحسسك ان انت اقل منه. نجم مصر عامل ايه يا فنان؟ لا لا ايه ده المؤلف؟ انت كاتبين اكتر ولا ايه نجم ايه؟ لا مسلسل كده بس مخي مش عايز ارقص. طب ما تاخدنا نمثل معاك يا فنان، يعني ناخد اللي بيقع منك ولا اي حاجه. بس مثل؟ انت عشان تبدا تمثل بدايتك معايا. وانا معاك يا نجم ايه؟ تسمع الكلام. اسمع الكلام. انا نازل فيلم في العيد، تمام؟ تمام. جميل؟ جميل. هتشتغل معايا ايه؟ ايه يا نجم ايه؟ لبيس. لبيس؟